تقول في سؤالها الآخر: إذا أهدى لنا تارك الصلاة شيئا فهل يجوز أن نقبل هديته؟ وما الحكم إذا كانت هديته من المأكولات؟ نعم. تقول: إذا أهدى لنا تارك الصلاة شيئا فهل يجوز أن نقبل هديته؟ وما الحكم إذا كانت هديته من المأكولات؟ الهدية من الكافر إذا كانت الهدية مما يباح لا بأس بقبولها، ولكن هذا لا يسقط المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب عليكم أن تناصحوا هذا الرجل وأن تنكروا عليه، وإذا كان لكم عليه سلطة أو ولاية أن تلزموه بالصلاة. نعم.